طيب في الفقره دي هسالك على مواقف معينه وهيكون معاك شخص واحد بس تختاره، هتقول لي اسم الشخص. لعيب كوره. لازم يبقى لعيب كوره. لو بتنقل من بيت لبيت هتكلم مين يساعدك؟ احمد حاتم. لو رايح حفله 5 ستارز مين تاخده معاك؟ في شاب الفرفوش. يعني هيأدي بقى في الحفله وهيشرفك وكده. محمد حسن وصالح جمعه. هما الاثنين ما بسيبهمش. طيب لو نفس الحفله 5 ستارز وعايز بدله ما لحقتش تشتري بدله، مين شياكه بقى اناقه هتروح تجيب منه بدله؟ هاخدها منه يعني. تروح بيها الحفله. صالح. طيب مسافر عشان تغير جو وتفصل، مين هتاخده معاك؟ شادي طبعا. انا خلاص بقيت بسال. وانا احنا بقالنا 7 سنين كل اجازه مسافرين مع بعض. طيب لو متجوز وعايز تخرج مع مراتك خروجه بقى رومانسيه وكده وعايز تسيب ولادك في البيت، مين لعيب هتسيبهم معاك؟ تثق فيه بقى؟ محمد ابراهيم. محمد ابراهيم هتثق؟ لا، لان هو ما بيخرجش اصلا فمش هيسيبه ويخرج خالص. هو كمان بيحب كل حاجه بقى، بيلعب لا محمد جميل. طيب فتره كنت محتاج جدا فيها فلوس هتطلب من مين؟ لو انا محتاج فلوس هطلب من مين يعني؟ احمد عيد واحمد حاتم، دول كانوا معايا في سيراميكا. احمد عيد دلوقتي في سموحه، واحمد حاتم في السويس.